الأغرب من الخيال لما تجد أن حادثة الهجرة كل غزوة من الغزوات وحادثة أرخت في كتاب الله عز وجل. يعني مثلا سورة الأنفال نزلت بعد بدر، سورة الأحزاب نزلت بعد الخندق، النصف الثاني من آل عمران نزلت بعد هزيمة أحد، سورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، إلا الهجرة ذكرت في سور ستة، ست سور. لكن اللي في سورة التوبة إلا تنصروه نزل بعد 9 سنوات. لماذا؟ لأنها لم تكن تؤرخ للهجرة فحسب، لا، إنما كان المسلمون على استعداد لقتال الروم، وفزع أهل المدينة والمسلمون وهم يعني ليسوا على قوة الروم، كانت القوة الأولى في العالم التي هزمت الفرس. فكان الروم في هذا الوقت خارجين من معارك مع فارس بنشوة الانتصار ولذة الانتصار، وجهز الحبيب صلى الله عليه وسلم جيشا للزحف على الشام لمقابلة الروم من 30,000 من المقاتلين. كان أول مرة ترى الجزيرة العربية هذا الزحف، حتى سميت غزوة العسرة أو جيش العسرة التي جهده عثمان ذو النورين رضوان الله عليه. الآية نزلت في لحظات تشكك بعض من المسلمين لمقابلة الروم. يعني زي مثلا نيجي لبلد يعني بسيط ونقول أنت الآن سوف تقابل الأسطول السادس الأمريكي والأسطول كذا وحاملات الطائرات كذا مثلا، سبحان الله، يصاب الناس بالذعر. هذا هو الشعور عند من يدعي الإيمان. فنزلت الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية، يعني هو واحد فقط نصرهم رب العباد، وأنتم 30,000 أتخافون من الهزيمة ومعكم رب العباد سبحانه. فكان إعداد المسلمين المعنوي في سورة براءة بعد 9 سنوات من حادثة الهجرة، هذا هو التأريخ الذي يجب أن يوضع في مكانه.